يؤكد نجاح الوزارة في ضبط 40 خلية إرهابية وقدرة الشرطة على تأمين الانتخابات. قبل أيام من تصويت المصريين بالخارج، الخارجية تنهي جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية. وزارة الصحة تعلن شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر بعد علاجها بمستشفى الصدر بالعباسية. من مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، ساعة إخبارية شاملة، بانوراما نيوز، أهلا بكم. نبدأ بالشأن المحلي، حيث قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن هناك خطط أمنية موسعة تم إعدادها بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية. وشدد اللواء محمد إبراهيم خلال مؤتمر صحفي أن أجهزة الأمن نجحت في القبض على 40 خلية إرهابية منذ إبريل الماضي، كما نجحت في إحباط مخططات إرهابية أخرى. قلنا معكم جميعا اننا الان في المرحله الحاسمه في تقويض الارهاب والقضاء عليه بفضل جهود رجال مخلصين يواصلون العمل الليل بالنهار ويبذلون كل الجهد لملاحقه عناصر الارهاب وضبطهم وحمايه المجتمع من شرورهم. في رسالة طمأنة جديدة، السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية يعلن عن ضبط أخطر الخلايا الإرهابية المتورطة في استهداف أبناء الشعب المصري من رجال الشرطة والجيش. الخلية الإرهابية والمنبثقة عن تنظيم أنصار بيت المقدس والتي تسمى بأجناد مصر هي المتسببة في الكثير من الوقائع الإرهابية، من أبرزها استشهاد العميد طارق المرجاوي، استشهاد العميد أحمد زكي، واستشهاد المقدم محمد جمال بميدان لبنان. وقد اعترف المتهمين بجميع تلك الحوادث بتحقيقات النيابة العامة، وهستأذن حضراتكم ان احنا هنشوف بعض من اعترافات المتهم جمال زكي عبد الرحيم وبعض اللقطات من تمثيله للحوادث بأماكن ارتكابها بحضور النيابة العامة. المنتج جمال أبناء مصر ممثلها هناء عطيف وأسماء أخرى عطيف وفني ومرتي وأمجد، وكان هدف الجامعة استهداف قوات الجيش والشرطة عن طريق الاغتيال أو عن طريق الاغتيال بعبوات متفجرة، حيث تم ربط عناصر خلية ما يسمى بأجناد مصر، من بينهم ثلاثة من أبرز كوادر التنظيم وهم جمال زكي عبد الرحيم سعد، محمد أحمد توفيق حسن، سعد عبد الرؤوف سعد محمد العزب، بالإضافة إلى أربعة آخرين بالأوقار التي يتخذونها مأوى لهم بمحافظة الجيزة. وزير الداخلية أعلن أيضا عن توجيه العديد من الضربات الاستباقية الناجحة ضد الإرهاب الأسود، وتنجح في إجهاض تحرك لخليتين إرهابيتين تعتنق الفكر التكفيري، كانت تنتوي القيام بأعمال عدائية ضد رجال الشرطة والجيش واستهداف المنشآت الهامة والحيوية بالدولة. سيد الشام توفر تصنيع صواريخ ومعاهم في المنطقه الامنيه البعيده، كان عاوز يضرب بيها مسلم والمهندس سعد وامانه الامن. بأطمن جميع اسر الشهداء ان احنا هنلاحق اي عنصر استهدف او اراق نقطه دم في ابنائهم وابنائنا جميعا. شكرا. وزاره الداخليه تؤكد للشعب المصري على عزمها للمضي قدما في حمايه الوطن ومقدراته والتصدي للبؤر الارهابيه والاجراميه والخارجين عن القانون بكل حزم وحسم ووفقا لاحكام القانون. محمد علوي، النيل.
ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة اللواء أشرف أمين الخبير الأمني. سعادة اللواء، كيف تنظرون إلى هذا الإعلان وكيف يمكن أن يشكل ضربة أمنية في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة للبؤر الإرهابية في الفترة الأخيرة؟ أولا اسمحي لي أوجه تحياتي لسيادتك وأيضا للجماهير المصرية اللي هي تتأهب خلال الفترة القادمة إن شاء الله لاستكمال الاستحقاق الثاني ووصولا إلى انتخابات إن شاء الله بإذن الله. أنا عايز أكد معلومة، إحنا طبعا الضربات الاستباقية التي تتم عن طريق وزارة الداخلية أو التي تتم خلال الفترة دي هي محطوطة ضمن أجندة معينة على أساس إن هو بيتم الإعلان كل فترة عن مجاميع بيتم ضبطها، وده بيدي معدل أداء جيد جدا لدى قوات الشرطة إنها تقوم بخلال شهر أو شهر وعدة أيام بضبط عدد كبير جدا من الخلايا يتجاوز 43 خلية. ده يعتبر شبه إنجاز. الحاجة الأهم من ذلك إن احنا اللي عايزين نوضحه لدى الجماهير ولدى المواطن المصري إن هو لابد أن يعلم إن الشرطة قادرة في الوقت الحالي على فرض سيطرتها، لكن مش معناه إن هو مش وارد أن يحدث أن يتم عمل هنا أو هناك وله تأثير سلبي، لكن ده شيء طبيعي جدا. قضية المنع محطوطة في الحسبان، أجهزة المعلومات حتى في اعتبارها أنها بتحقق عملية تحقيق توفير المعلومات بأقصى ما يمكن. أهم من ذلك إن احنا المواطن المصري حاليا بيقوم بدوره يعني دعم أجهزة الشرطة بالمعلومات الكافية اللي هتوصلنا إن شاء الله بإذن الله الاستحقاق الثاني بالفعل. يعني تقدر الإشارة إلى أن هناك المزيد من الملاحقات ليست نهاية المطاف، وإعلان من قبل وزير الداخلية عن خطة أمنية موسعة تم إعدادها بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين انتخابات الرئاسة. تابع معكم بانوراما النيل من قناة النيل الأخبار، وما زلنا مع شأن أمني حيث استشهد اليوم رقيب شرطة برصاص مسلحين مجهولين أثناء عودته من عمله مستقلا دراجة بخارية على طريق الصالحية الجديدة القنطرة بمحافظة الشرقية. كان شهيد أنهى عمله بقسم شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية متوجها لمحل إقامته بقرية كفر أبو الديب مركز الإبراهيمية بالشرقية. أنهت وزارة الخارجية استعداداتها لتصويت المصريين في الخارج الذي يبدأ اعتبارا من الخميس القادم. وأعلنت الخارجية أنها تقوم بتوزيع بطاقات اقتراع على مقار السفارات في مختلف أنحاء العالم. كانت الوزارة تسلمت نماذج بطاقات الاقتراع الخاصة بتصويت المصريين في الخارج من اللجنة العليا للانتخابات. ويستمر التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج 4 أيام، حيث من المقرر أن تختتم عمليات التصويت في 18 من الشهر الجاري. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية. سيادة السفير مرحبا بك، وهل لك أن تطلعنا على التفاصيل النهائية لاستعدادات الخارجية لتصويت المصريين بالخارج؟ الاستعدادات تم الانتهاء منها بالفعل تمهيدا لبدء عملية التصويت في 9 صباحا حسب التوقيت الخاص بكل دولة بها مقر انتخابية في 124 دولة ب 141 مقر انتخابي. أهم هذه الإجراءات التواصل مع السلطات في دول الاعتماد لتوفير التأمين وكافة التسهيلات المطلوبة في محيط السفارات. أيضا تم تجربة كل أجهزة القارئ الآلي أو التابلتس التي تم إرسالها لمقر الاختراع في المناطق أو في الدول ذات الكثافة التصويتية الكبيرة، وتم تجربتها بنجاح. وأيضا بدأ توافد عدد إضافي من الدبلوماسيين والإداريين والفنيين لصيانة هذه الأجهزة ولمواجهة الكثافة التصويتية في دول الخليج تحديدا حتى لا يحدث تكدس في التواضير المخترعين. أيضا يعني باقي الإجراءات تم الانتهاء بها منها
خاصة فيما يتعلق بالأوراق لاقتراع وشرح القواعد الاسترشادية للناخبين من خلال تواصل السفارات والقنصليات. نعم. مع سيادة السفير عفوا مقاطعة، يعني بالنسبة لبطاقات الاقتراع هل هي قاصرة على يعني تواجدها قاصر على السفارات فقط؟ يعني إذا كانت هناك دولة مثل الولايات المتحدة السفارة في واشنطن وفيها بعض القنصليات الأخرى، هل ستكون هناك بطاقات اقتراع في تلك القنصليات؟ طبعا يعني بطاقات الاقتراع سيتم طبعاتها بالعدد المطلوب ووفق الأكواد المطلوبة حتى لا يحدث أي عمليات تزوير. بطاقات الاقتراع تكون متاحة في 141 مركز اقتراعي في 124 دولة بالتزامن ووفق التوقيتات الخاصة بعملية التصويت من الساعة 9 صباحا يتم الطباعة. يعني بيذهب الناخب إلى المقر الاقتراعي يظهر بطاقته، بطاقة الرقم القومي الأصل حتى لو كانت غير سرية أو فيعتد بها أيضا، أو جواز السفر المميكن. أي مواطن مصري موجود في الخارج وقت الاقتراع ويريد أن يخترع له الحق طالما أن اسمه مخالف في الجداول الانتخابية، وبعد ذلك يتم تمرير هذه البطاقة أو جواز السفر على جهاز القارئ الآلي للتسجيل والتأكد من البيانات، وحتى لا تكون هناك ازدواجية في التصويت مرة أخرى حيث يتم استبعاد الاسم فورا من قوائم الناخبين، وبعد ذلك تتم عملية طباعة. بالنسبة للإشراف أو يعني الإشراف على هذه الانتخابات، هي تحت الهيئة الدبلوماسية في كل دولة أم أن هناك جهات قضائية، وهل هناك من جهات دولية لمراقبة عملية الاقتراع في السفارات المختلفة كالاتحاد الأوروبي هنا؟ لا، أولا طبعا في كل المقر الانتخابية احنا عندنا 141 لجنة فرعية في الخارج يرأسها رئيس البعثة إن كان سفير أو قنصل عام، يتولى مهام القاضي في الدوائر الانتخابية في الداخل، وده أمر يعني تم تنظيمه من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية التي أعلنت اليوم قوائم بأسماء رؤساء اللجان الفرعية في مختلف دول العالم، وكل هذه اللجان الفرعية اللي هي 141 ترسل النتائج تباعا الى اللجنه العامه التي تم انشائها داخل مقر لجنه الانتخابات الفرعيه بوضعيه ممثلين عن وزاره الخارجيه. نعم. لا توجد هناك رقابه دوليه، هناك المتابعين الدوليين هنا في الداخل فقط، ولكن هناك مندوبون عن المرشحين الرئاسيين. لابد أن يحمل كل مندوب توكيل من المرشح الرئاسي، وهذا المندوب له الحق في متابعة عملية التصويت والاقتراع والفرد في كل مقر للانتخابات. السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية، شكرا جزيلا لك. هذا ومن المقرر أن يبدأ تصويت المصريين في الخارج اعتبارا من 15 وحتى 18 من مايو الجاري، ويبلغ عدد من يدلون بأصواتهم المصريين في الخارج نحو 10 ملايين شخص. يبدأ تصويت المصريين في الخارج اعتبارا من 15 وحتى 18 من مايو الجاري على أن يدلي الناخب بصوته في أقرب مقر لجنة فرعية في الدولة الموجود بها. يتراوح عدد المصريين المقيمين بالخارج بين 8 إلى 10 ملايين يمكنهم الإدلاء بأصواتهم، باستثناء من ليس لهم موطن انتخابي وهم لا يتجاوزون 5000 مواطن. ضرورة إثبات حضور الناخبين بالخارج بقاعدة بيانات الناخبين المركزية في جمهورية مصر العربية، السماح لكل من تواجد خارج مصر خلال الاقتراع بالخارج بممارسة حقه الانتخابي دون تسجيل مسبق. يسمح لكل من سجل اسمه في أي مقر انتخابي بالخارج في أي استحقاقات انتخابية سابقة بالتصويت في ذات المقر أو أي مقر آخر بالخارج. يسمح لكل من سجل اسمه في أي مقر انتخابي بالخارج ووجد خلال الأيام المحددة للانتخابات
الانتخابات داخل مصر بالتصويت باللجنة المقيد بها وفقا لمحل إقامته المثبت في بطاقة الرقم القومي. عدم السماح لمن أدلى بصوته بالخارج أن يدلى بصوته مرة أخرى في الانتخابات داخل مصر. يسمح لمن أدلى بصوته في الخارج في الدولة الأولى أن يباشر حقه في التصويت في الدولة الثانية إن وجدت. قالت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه لا صحة لما تردد بشأن تمديد فترة